إنتاج سماء ميديا. محمد البحاسي. الآن في المسابقة، مسابقة قميلة. طبعا هذا مبادرة من الشباب الله يعطيهم العافية، وهي يعني مبادرة طيبة من الشباب. الآن فئة الحرار، وبعده يجي إن شاء الله فئة الشواهين. إيه، والحمد لله يعني جهود طيبة من الشباب الله يعطيهم العافية، وإن شاء الله نتمنى الفوز إن شاء الله فئة الشياهين إن شاء الله. فعلها جيد، تلحق البري سلم. ازاي تلحق سلم؟ الحر هذا فرخ حرار مثلوث، هذا جايب المركز الثاني طبعا في المسابقة اليوم. ونشكر القائمين على المسابقات هذه، يعني هذه فيها تشجيع يعني للصقرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذا سباق للطيور، تشجيع قناصة الطير في المنطقة الشمالية. أول سباق محسوب زي ما نقول، يعني كانت الجوائز طيبة، دعم من الشباب وبعض المؤسسات، وصلت الجوائز أكثر من تقريبا 10,000 ريال. كانت المسابقة على 3 فئات، فئة الشياهين وفئة الحرار والوقارة وفئة الجير. طبعا المركز الأول في فئة الشياهين عبد الله عبد الرحيم الطقيقي ما شاء الله تبارك الله، وبالنسبة لفئة الجير فاز أحمد عويض البلوي، وبالنسبة لفئة الحرار طلال سليمان الطقيقي ما شاء الله تبارك الله. نشكر في هذه المسابقة الأخ اللي قام على البرنامج محمد سليمان الطقيقي، بيض الله وجهه أبو طلال، وإن شاء الله هذه تكون يعني فاتحة خير إن شاء الله مسابقات القدام إن شاء الله تعالى، ونعدكم إن شاء الله بمسابقات أحسن من هذه إن شاء الله تعالى بإذن الله.